السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بغيت نشارك معكم تجربتي الثانية ديال هذا البرودوي على السيبورة ديال العطرية اللي كنت غادي نلوحها، ولكن اليوم قررت باش نجرب عليها هذا البرودوي ونشوف واش غادي ينفعني فيها ولا لا. المهم خوتي وخواتاتي، ما تنساوش خدكم لي لايك ديالكم والاشتراك في القناة لما مشتركينش فيها، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصل هذا الفيديو اكبر عدد ديال المتابعين، وحتى الفيديوهات ديالي طلعوا شويه. وكنشكركم بزاف كاع الناس اللي كيدعموني وكتفرجوا فيا. المهم كنطبق هذا البرودوي بهذه الطريقه، هذه كندهنوا وكتحاولوا توزعوه على البلاصه كامله، غير بشي شيفون ولا شي حاجه بحال هكا كتوزعوه على البلايص كاملين، ما كتخليو حتى بلاصه خاويه، وكتخليه مده 20 دقيقه، وتقدروا تخليوه اكثر كاع، ولكن 20 دقيقه هي القليله. 20 دقيقه كتخليوه تما، انا وزعته مزيان عليها كامله وغنخليه 20 دقيقه ورجع معاكم. هنا بعد ما دازت 20 دقيقه خديت انا الزيكس وبديت كنحك في ديك البلايص. ها انتما كما لاحظتوا معايا كنحك بلايص اللي فيهم الصدى بزاف، راه ما كيبقاش كيطير، والله ما كيبقى. انا ما بغيتش نزرب الفيديو ديال الحكام باش تشوفوا على عينيكم. انا دابا احتاجيت الزيكس حيت مصديه بزاف، راه شفتوها كيفاش في الاول فاش حطيتها. ها انتما شوفوا هاد البلايص، شوفوا هاد البلايص مزيان، انا ندوز عليها شويه ديال الزيكس. ها هي شو كيرجعات ترى عاشرة بحال ما عمرها ما كان فيها الصدى. خاصكم يكون عندكم الخاطر، خصوصا الا كان صدى بزاف. انا كنت غنلوحه وغنشري وحده اخرى، وانا نقول اجي نجرب فيها هاد البرودوي اللي كانت شكرت لي ماما. راه كنت جربته معكم في واحد الفيديو درت به الفران، عاد راه الفران دابا تهنيت منه، وليت كنكب غير شويه وندهنو ونمشي نوصل للمعلول ندير شي حاجه ونعاود نرجع ليه، كنمسحو غير بالشيفونه ولا بالشبيكه وشويه الصابون، عاوتاني كيرجع كيشعل، ما كاين لا حكي لا والو. هادي احتاجيت فيها الحكان حيت كنت ما شفتو راه ولات مكرفصه، ولكن الصدمه هو انه زول كل شيء هاد البرودوي. والله هاد البرودوي زوين بزاف، كنصح كل وحده منكم تشريه وتخليه معاها في الدار، راه زوين 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 وغينفعها في الكوزينه ديالها، راه غتنفعكم بزاف في الكوزينه باش ما تبقاوش عاوتاني تبقاو تخمو الحاجه الحكان ويهنيكم من التماره ديال الحكان. ثمنه ما غاليش، راه كدير 13 درهم تقريبا، وتلقاوه في مراكز التجاريه ديال البيم، راه اي بيم غتمشيو ليها غتلقاوه فيها موجود كاين. وكتستعملوا راه غير شويه كديعوه، كتسرحوه على الفران ولا شي حاجه، راه غير شويه راه كي دغيا كيقلع عليكم داك الشيء كاع اللي مصديو الوسخ. اللي وصلت فيكم البنات والولاد هنايا، ما تنساوش خدكم اللايك ديالكم والتعاليق ديالكم، خليوا لي تعاليق اللي تفرحني باش نزيد لقدام وقناتي حتى هي تطلع مازال لقدام، حيت انا في الصراحه ما كنبغيش ننزل لكم شي حاجه اللي فيها تفاهه ولا شي حاجه اللي ما فيها نفع. راه حتى الاخبار اللي كنجيب اخبار اللي تستافدوا منها، اي حاجه كنحطها باش كتستافدوا، كما كتعجبني انا وكنستافد منها انا كنبغي نشاركها معاكم كما كانت، وكندير جهدي كله باش تكون القناه نقيه وفي متناول الجميع، كل شيء يقدر يتفرج فيها. وكنبغي نشكر كل المتتبعين، كنبغي نشكركم وراكم فوق راسي، شكرا لكم بزاف. كيف ما شفتوا ها هي شفتوها كي ولات، فرق كبير ما بين قبيله فاش درنا ليها دهنا ليها البرودوي ودابا، راه كنحاول كاع الجناب نحكهم بحال هذا الشكل هذا باش يتحيد كل شيء، باش غتبان لكم النتيجه اللي زوينه بزاف. نتمنى والله يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، ولا بغيتو نشارك معكم شي حاجه علاش لا، خليوها ليا في لي كومونتير وانا معكم على راسي وعيني. وانا يا البنات انا والله تفرحت بزاف 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 فاش ولات بحال هكا بلا تمره بلا والو، راه ما نقولش ليكم. انا ممكن لك كيبان ليا كلشي غندير لي هاد البرودوي، شتوها كي ولات كتشعل عرفتي ولات بحال المرايه. فانا خوتي خواتاتي غنكونو سالينا الفيديو الى فيديو قادم ان شاء الله، مع وصفه جديده ولا اخبار جديده ان شاء الله. بسلام عليكم.